سلمى، بالآونة الأخيرة التكنولوجيا اجتاحت عالمنا بشكل كتير كبير. مواقع التواصل الاجتماعي صار لها أثر كتير كبير. اليوم أي حدا ممكن يعبر عن رأيه من خلال صفحته الشخصية أو ينقل خبر من خلال صفحته الشخصية، بس المشكلة بتبقى دائما بنقل الخبر ومصداقية هيدا الخبر. قديش اليوم قادر يكون هيدا الخبر له مصدر صحيح ومعلومة صحيحة؟ اليوم عم نشوف للأسف أخبار عم تتنقل عشوائيا ونسخ لصق بدون، يعني احيانا وفاه فنان، يعني احيانا في لعب بارواح الناس من خلال هي الاخبار. اكيد نور، يعني التسارع بالفتره الاخيره اللي عم نشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم التمييز بين معلومه وبين خبر حقيقه سمح لكثير من المعلومات الزائفه التي لا ترتقي حتى لانه نسميها اخبار انه هي تكون سائده على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا بالعالم كله هذا الوباء اللي صنف حسب منظمة الصحة العالمية مؤخرا لارتباط طبعا هاي الأخبار الزائفة بكثير من الأحيان حتى عن فيروس كورونا، للشركات العالمية حتى توجد طريقة لكيفية مكافحة هاي الظاهرة اللي صارت موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم رح نحكي عن هاي الوسائل تكنولوجيا معلوماتيا مع ضيفتنا مهندسة المعلوماتية منار القسام. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك منار. صباح الخير سلمى. يسعد صباحك. صباح الخير نور. أستاذة منار، خلينا نحكي بالبداية، اليوم عم نشوف كثير من الناس فعلا عم تعتمد مواقع التواصل الاجتماعي لتأخذ الخبر منها، وللأسف عم نشوف أخبار كثير عم تنتشر ما فيها مصداقية، ما فيها مصدر موثوق للخبر. خلينا نحكي اليوم ليش الناس عم تتجه نحو الفيسبوك. هلا بنعرف نحن كوسيلة إعلامية، نحن قبل ما نطلع أي خبر في عنا وقت أو فترة زمنية للتأكد من مصدره لحتى ما يكون عنا أخبار غير موثوقة. تمام نور، هذا السؤال كتير مهم وللحديث فيه يطول الحديث والنقاش فيه، بس خليني أقول بشكل مختصر، الناس صارت عم تتوجه لمنصات التواصل الاجتماعي لأنه كلها صارت مجموعة بمكان واحد، لأقول هو هذا الموبايل. هذا الموبايل صار هو مصدر المعلومة السريعة للشخص. الشخص ما هو قادر انه يحمل جريده طول الوقت او مجله او يضل قاعد قدام التلفزيون طول الوقت لحتى يتابع الاخبار، عم بيلاقيهم كلياتهم مجموعين على كافه الاصعده سواء كانت سياسيه، اقتصاديه، اجتماعيه، ثقافيه، فنيه، كلياتها مجموعه بمكان واحد هي منصات التواصل الاجتماعي. والموبايل عم يكون معه وين ما راح. موجود معنا وين ما رحنا، بس للاسف ما حدا مننا بفكر انه يتحقق من المعلومه اللي موجوده على منصات التواصل الاجتماعي، وبسبب الانتشار الكبير لهيدي المواقع صار كتير سهل انه يستغلوها الناس لهي المواقع لحتى يمرروا اخبار ما في مصداقية لها او اخبار مضللة او حتى فيديوهات مفبركة. خليني اقول في احصائية بتقول انه اكثر من 83% من الاشخاص مستخدمي الانترنت هن عرضة للاخبار الكاذبة على فيسبوك. طيب منار، يعني بالفترة الاخيرة حتى مواقع التواصل الاجتماعي نفسها كانت عم تعمل محاولات، يعني شفنا شركة فيسبوك، شفنا شركة واتساب، شفنا كتير شركات حاولت انه توقف بوجه تناقل الاخبار من خلال خليني اقول تفاصيل بقلب التطبيق نفسه. نحكي تكنولوجيا، هل قادرة هي الشركات انه تضبط الساحة الافتراضية اللي هي خلقتها غير مضبوطة اصلا؟ سلمى هلا لنقول هي كانت البيئة لانتشار هاي الأخبار، بس مين مصدر هاي الأخبار؟ من الأشخاص اللي عم بيستخدموا هاي المنصات التواصل الاجتماعي. هلا إذا بدي أقول ليش الأشخاص عم بتروج لأخبار مضللة أو كاذبة، فينا نحكي فيها، هذا جزء كتير مهم. رح أقول بشكل مختصر وانتقل بعدين للإجراءات اللي قامت فيها منصات التواصل الاجتماعي. هلا بدي اقسم الاشخاص يلي عم ينشروا اخبار مضلله على فيسبوك لقسمين، عنا اشخاص مع شركات عم تشتغل بشكل ممنهج لحتى تنقل او تروج لاخبار كاذبه، ليه؟ لحتى توجه الراي العام او تاثر فيه بالبدايه وتوجهه عن القضايا المهمه اللي هو مهتم فيها ليروح لقضايا اقل اهميه او قضايا بسيطه. في الجزء الثاني هن الاشخاص العاديين مستخدمين الفيسبوك او منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام، هن اشخاص بيتلقوا المعلومه المضلله وبينقلوها عن غير قصد، بيشاركوا بينها، هن ما قاصدن انهم هن ينقلوا معلومه كاذبه، هن الاشخاص اللي بيعملوا كوبي بيست. بس هلا عدم علمهم بالموضوع عم بيساهم انه تنتشر الاخبار المضلله بشكل اسرع.
هلا هذا الشيء بيحط مسؤوليه كثير كبيره على الناس الشاغلين بالمجال الاعلامي او على لنقول المؤسسات الاعلاميه او الاخباريه الموثوقه، انه لازم ترجع تعيد النظر بطبيعه عملها لحتى تقدر تواجه هذا الكم الكبير من المعلومات المغلوطه الموجوده على السوشيال ميديا. ما فينا ننكر السوشيال ميديا صارت كل الناس عم تستخدمها، ما فينا نلغيها، فنحن ما فينا نكون ابطا منهم، لازم نكون اسرع منهم. مثل ما حكيت نور انه نحن عندنا وقت لحتى نتاكد من المعلومه لحتى ننشرها، لازم نعيد النظر بالطريقه اللي عم نشتغل فيها، نحن بدنا نكون اسرع منهم لحتى نحارب. هي من جهتنا. من جهه مواقع التواصل الاجتماعي شو الاجراءات اللي قامت فيها؟ هلا بلش مثلا بتويتر، وخصوصا لاقول شغله انه الاخبار المغلوطه دائما موجوده على السوشيال ميديا، ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا زادت كثير المعلومات وكلنا لاحظنا هذا الشيء. القعده بالبيت زادت، القعده بالبيت مع الموبايل والانترنت صار هو الوسيله يمكن الترفيهيه بنفس الوقت، والواحد بيقضي وقت، بيقول لك انا عم اقضي وقت على الفيسبوك، عم يقضي وقت وعم بيتنقل اخبار، فكثير زادت خصوصا في زمن كورونا. هلا حاولت المواقع انه تحارب هي الاخبار لانه انضغط عليها. انه في مثلا تويتر صارت تعطي اضافه ميزه جديده انه لا عم بتحث اليوزر انه هو لازم يفكر كثير منيح قبل ما يكتب تغريده لإله على الموقع. يعني شو الاجراءات الاساسيه للمنصات مواقع التواصل الاجتماعي؟ هلا بلشنا بتويتر لانه انا مثلا اتفادى هي المعلومات الخاطئه، لانه من فتره مثلا بيقولوا لك وفاه فنان كذا كذا، بيطلع الفنان بيكذب. احيانا في اخبار بتاثر نفسيا على كثير من الاشخاص وعم تلعب، يعني مثلا مثل جائحة كورونا، في معلومات طبية مغلوطة عم يتم انتشارها بشكل كمان في إلى أساس سلبية وصحية. هلأ إذا نبلش بمنصات التواصل الاجتماعي، بلشتي بتويتر، إجراءات قانونية لأن فعلا احمي هي المنصة واحمي الناس بنفس الوقت. تمام نور. هلأ تويتر بلشت حطت دائما، صارت تحط قدام منشوراتها أنه أنت لازم تفكر كتير منيح قبل ما تنشر المعلومة على منصتنا على تويتر، او كمان المنشور بس ينزل، التويت بس ينزل على تويتر صارت تتحط مثل مارك له، اذا كان بيتضمن معلومات هي خاطئه فبتقول يرجى التاكد من المعلومات الوارده بهي التويت. وكلنا بنتذكر القصه اللي صارت مع الرئيس الامريكي ترامب لما نزل تغريده وتويتر علم له التغريده تبعيته بميزه انه قد تكون جزء من هالمعلومات بهي التغريده تتطلب من الاشخاص انه يتحققوا من صحتها. هلا فيسبوك ركزت كثير منيح على المحتوى تبع فيسبوك، كثير منتشر عندنا بسوريا، رح نركز عليه اكثر. فيسبوك وظفت كثير ناس لحتى يدققوا المحتوى او المنشورات اللي بتصير على منصاتها. حتى ان عند اداره الفيسبوك يعني في ازدواجيه، مثلا انا كاداره ممكن انه يكون في عندك هلا مثلا اتواصل مع اشخاص عم ينقلوا معلومات كاذبه، وبنفس الوقت بنشوف صفحات مباحه اداره الفيسبوك ما بتعمل فيها اي شيء، فيها تضليل اعلامي، فيها معلومات خاطئه، فيها اشاعات ممنهجه. يعني حتى منصات التواصل الاجتماعي تحسيها كمان الى تبعات بالنهايه بالاخر هي فضاء غير مضبوط. ما انا سالتك ليش، سالتك بالبدايه قلت لك هل راح تستطيع هي بعد كل حتى هي الخطوات اللي عم تقول انه مواقع التواصل الاجتماعي نزلتها الكترونيا، او خليني اقول من خلال تطبيقات، من خلال وصلات، من خلال تتبع كلمات يمكن او رموز معينه، هل راح تستطيع تضبط الفضاء اللي اصلا هو مصمم انه يكون فضاء لا ضوابط عليه، لا روابط عليه؟ هلا هي بتسعى لانه يكون فضاء متاح للجميع. هلا قد ما فيها رح تسعى انه تحط ضوابط. هلا كل مواقع التواصل الاجتماعي ما بقاها، ما فينا نقول ما في شيء بيحكمها، الاتحاد الاوروبي طلب من كل مواقع التواصل الاجتماعي انه يرفع له شهريا تقرير عن الاجراءات اللي بيقوم فيها لحتى يحارب انتشار المعلومات المغلوطه. هلا في كثير من المعلومات اللي نحن بنشوفها مثل ما قالت نور، مثلا معلومات عم تستهدف حياه اشخاص. هلا بهيك حالي ما فيها تيجي اي حدا نزل خبر مثلا عن وفاه فنان، ما فيها تيجي اداره فيسبوك تقول لا غلط، يعني بده يطلع المصدر الاساسي، يكون المصدر الاساسي. ونحن ما بدنا ننسى انه في عندنا صفحات على فيسبوك مؤكده موثوقه اللي بتحمل على البلو تاك، يعني الاشاره الزرقاء، فانه هي تعتبر مواقع موثوقه بالنسبه لها، بس نحن عندنا كم كبير من المواقع العاديه يعني. صحيح. فما فيها تقدر تضبطهم كلهم. هلا حاولت بما يخص فيروس
فيروس كورونا انه هي فيسبوك عملت اتفاقيه مع وكاله رويترز للانباء لحتى تتاكد من محتوى المعلومات اللي بتنشر على صفحاتها او حتى اللي بتنشر كصور على انستغرام، بما انه انستغرام مملوك من فيسبوك. حتى يوتيوب عندها اعلانات كثير بتنشر على فيديوهاتها، حاولت تعمل تزيد الشفافيه بما يخص هي الاعلانات اللي بتتم على فيديوهاتها. يعني هلا في محاولات انه تنعمل لحتى يقدروا يضبطوا هذا المحتوى الغير موثوق على صفحاتهم، بس انهم يضبطوه 100% لا أكيد. بس مثل ما قلت هني عم بيحاولوا من جهه، ومن جهه ثانيه عندهم صاروا ملزمين في تقارير لازم تنرفع انه انتم شو عملتوا اجراءات لحتى تحدوا من هي. والجزء الاكبر بيرجع للاشخاص نفسهم، يعني انت ما تكون شخص مساهم بعمليه نقل المعلومه المغلوطه هيك لمجرد انك تعمل كوبي بيست. تاكد من المعلومه، دائما نتوجه نحن كاشخاص، دائما لازم نتوجه للمصادر الموثوقه، انا عندي خبر سمعته بروح للمؤسسه الاعلاميه الموثوقه الرسميه وانا بتاكد من الخبر قبل ما ابلش اتناقله، بس للاسف الناس ما بتعمل هيك، فهذا بيساهم كثير بنشر الاخبار المغلوطه. ويمكن هذا الشيء اللي كنا عم نحكي عنه اللي هو جوانب السلبيه، بقدر ما في يمكن سرعه للانتشار وايصال المعلومه وسهوله تنقلها، مثل ما حكيتي بالبدايه انه بالموبايل صار فيكي تشوفي كل شيء، مانك مربوطه لا بتلفزيون ولا هي، بس بنفس الوقت انت فيكي تتعرضي بهي السهوله وبهي السرعه لمعلومات ممكن تكون مغلوطه. هل في وسائل او ادوات او خطوات بتنصحي فيها المتصفح اليوم لحتى لما يقرا خبر او يشوف فيديو يقدر يكشف او يتبع يقدر يعرف هذا الفيديو مغلوط او مانو مغلوط؟ شو هي الادوات هلا بما يخص الصور والفيديوهات؟ مباشره تنتقل، بس توصلك معلومه انتقل لجوجل، عمول انساخ هي الصوره على جوجل، الفيديو عمول بحث عنه. نحن شفنا كثير، حتى سلمى على صفحتك حطيت كثير تكذيب لاخبار، مجرد بس خذها على جوجل عمول سيرتش عليها بيعطيك هي الصوره امتى انعرضت او هذا الفيديو، وكلياتهم عم بيطلعوا باعوام سابقه. ما تاخذ المعلومه، ما تكون ناقل بريء، يعني ما تنقل المعلومه ما تتاكد منها. شو بدي اعمل لحتى اتاكد من المعلومه المنشوره؟ روح للموقع الموثوق. عندك مثلا بما يخص مثلا اعداد الاصابات بفيروس كورونا، لا تروح للصفحات اللي هي غير صفحة وزارة الصحة، روح لوزارة الصحة للموقع الخاص فيها وتأكد من الإصابات، بسبب أنه الناس ما بتروح وما بتوثق بمعلوماتهم. صرنا نسمع عن أعداد كتير كبيرة ما بقى نصدق الأعداد اللي موجودة، كمان الناس ما بتحب تتعب حالها يعني انك تدور وتبحث. يعني بنشوف مثلا خبر صغير بينتشر بطريقة كتير خيالية، مثل ما قلتي نسخ لصق. بالآونة الأخيرة خلينا نحكي مثلا هلأ شو الإجراءات اللي اتخذتها منصات التواصل الاجتماعي بسبب انتشار فيروس كورونا. معلومات كتير مغلوطة، معلومات بتضار صحيا، في كتير ناس صارت تعالج حالة عن طريق مزبوط. الانترنت في إجراءات أخذتها حاليا؟ فينا نقول في إجراءات، بس خليني نور جاوبك على الجزء الأول من سؤالك. نحن ما فينا نرمي كل شيء على الشخص العادي المستخدم للانترنت كوسائل إعلامية، كوزارات عندها كلياتها. نحن ما عم نرمي، بس أنت كشخص 25 سنة، أنا عم أقول لك فوق كواعي، مش معقول أنا أنسخ خبر وبعد شوي أكتب اعتذار. أحيانا عم يكونوا إعلاميين، أحيانا عم يكونوا عم يعني دكاترة، أحيانا عم يكونوا عم نحكي عن شخصيات معروفة، بنقل خبر بعتذر لأني أنا ما تأكدت منه هيدا الخبر غير صحيح. يعني أنا ما عم نرمي الحق عليه، أنا عم أقول في جزء من الوعي رح يكون على هيدا الشخص ما عم نشوفه. هذا بيتطلب انه انا اذا بدي ابحث عن معلومه لازم الاقي المصدر الاساسي الموثوق لها، فاذا كانت الجهات الرسميه ما انا حاضره بشكل قوي على منصات التواصل الاجتماعي، رح يجي هذا اليوزر ليتاكد من معلومته ما بيلاقي معلومه. يعني انا اذا بدي اخذ معلومه عن الاصابات بفيروس كورونا لازم اشوفها ابديتد، يعني انا ما بيصير شوف مثلا معلومه فوت على صفحاتهم لاقي المعلومه قبل بيوم، هذا ما بيعطيهم مصداقيه، بيخلي الناس تتنقل المعلومات اللي بتجي من صفحات ثانيه وما بتاخذ من صفحاته. جزء ثاني لاقول على يوم بينطروا دقيقتين بالكثير، ما حدا بينطر. اوكي رح جاوب على الشيء اللي قلتي شو الاجراءات اللي قامت فيها. كمان رح اقول بما يخص جوجل، جوجل كل عمليات البحث يلي صارت عليها بما يخص فيروس كورونا كلها وجهت نتائج البحث الاولى، بحيث تجي النتائج من منظمة الصحة العالمية على اعتبار انه هي المكان الاصدق والاصح بما يخص مواجهة فيروس كورونا او الاجراءات. القصص اللي شفناها كلياتنا على فيسبوك او على منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام هي
معالجه هي الاعراض تبعيه الفيروس كورونا، انه اذا انت مصاب خد هذا الدواء وهذا اللقاحات وهيدي الادويه، انتشرت بشكل مخيف. صح. على هلا هن استغلوا حاجة الناس لأنه هي بدها تحافظ على صحتها وخوفها من هذا المرض، كان في استغلال كبير لهيدي الشركات. صح. يلي نشطت كتير على السوشيال ميديا كتسويق إلكتروني لإلها. نعم. واستفادت من وجود الناس سواء بفترة الحجر الصحي أو هي بعد فترة الحجر الصحي، كلنا خففنا كتير طلعات فقاعدين بالبيت وعم نستخدم انترنت. أكيد منار، مثل ما قلتي ببداية الحديث، الحديث عن مواقع التواصل الاجتماعي بطول، أكيد رح نكون معك بلقاءات قادمة لتعرفينا على أدوات بسيطة ممكن من خلالها نقدر نوقف بوجه الإشاعات وانتقالها والأخبار المضلة. آخر شيء رح أقوله أختم، أنه الإشاعة هي أسرع وأخطر من انتشار فيروس كورونا. صح. كنا لازم نكون منتبهين لهالمعلومات، واستخدامنا لمواقع التواصل الاجتماعي ما نكون عامل سلبي بنشر المعلومة الغلط، بالعكس نكون عامل إيجابي أنه صحيح المعلومات. تقام من خلال إشاعة على بلدان. نتشكرك المهندسة المعلوماتية منار قسام على وجودك معنا وعلى المعلومات اللي قدمتي لنا إياها اليوم. شكرا كثير لك. شكرا. من عالم